نبدأ جريدة صباح صدر اليوم على أن مجموعة من الأندية الوطنية لكرة القدم دقت ناقوس الخطر حول وضعية ديالها المالية، خصوصا فيما يتعلق بالدعم العمومي. وتوجد أغلب الأندية على صفيح ساخن بحكم عجزها عن تدبير مستحقات لاعبيها ومدربيها وتراكم الديون والعجز، بالإضافة إلى أن بعض الأندية تعاني من مشاكل مالية أكبر بكثير من المشاكل التي تعاني منها الرجاء مثلا، ولكن الأضواء غير مسلطة عليها. وحسب نفس المصدر دائما، فإن مجموعة من اللاعبين في الأندية الوطنية ما توصلوش بمستحقاتهم رغم أن الموسم الكروي على مشارف الانتهاء، كما أن بعض هاد اللاعبين قدموا شكايات إلى غرفة النزاعات بالجامعة ضد أندية ما زالوا يدافعون عن ألوانها. كما أكدت أن أغلب الأندية مهددة بالمنع من الانتداب في الانتقالات الصيفية المقبلة على ضوء هاد المعطيات.